يا الله الجو حارة هني. السلام عليكم، اسمي المهندس عبد الله المرزوقي، واليوم موجود في صالة عرض ال جي عشان نتكلم عن شيء يحتاجه كل مبنى في الإمارات، واللي هو نظام التبريد متغير التدفق المعروف بالـ VRF. ولكن قبل هذا خلونا نشرد عن الحر وندخل المعرض. حياكم. هذا هو جهاز تكييف الـ VRF من ال جي، ويسمى المالتي في 5. نظام المالتي في 5 يوفر نظام تبريد ونظام تدفئة، وأكيد شيء مزايا ثانية فريدة لهذا النظام. أحد أهم مزايا نظام التكييف المالتي في 5 هي ميزة كفاءة الطاقة العجيبة، اللي مش بس يوفر لك فلوس حتى يعطيك تبريد أسرع وأكثر انتظاماً. من بين فوائد المالتي في 5 لازم نذكر مستوى الراحة العالي اللي يوفرها الجهاز. هذه الميزة الفريدة مهمة بشكل خاص في الإمارات، لأن عندنا صيف حار ورطب ومغبر إلى حد ما، فاللي يضمن الراحة ميزة التحكم الاستشعاري المزدوج، واللي تسمح لمكيف الهواء بضبط تأثيرات التبريد من خلال مراعاة درجة الحرارة والرطوبة. وبالإضافة تم تصميم الوحدة الخارجية للاستمرار بالعمل في هذه الظروف بسبب تقنية طلاء الزعنفة السوداء اللي تخلي الوحدة الخارجية أكثر متانة لتحمل الظروف القاسية. وبعد شيء ميزة جداً مهمة لجهاز المالتي في 5 واللي هي التكامل مع المنزل الذكي. بسبب وجود حلول السحابة الإلكترونية من ال جي تقدر تستفيد من المراقبة في الوقت الفعلي، واللي بيساعدك على توفير الطاقة والتكلفة والوقت من خلال التشخيص الذكي وإدارة الطاقة. كنت معاكم أنا المهندس عبد الله المرزوقي.